واش الابطال، مرحبا بكم في حلقه جديده من اجين ترينيو. جاي بكم جوج حركات في عضله ديال البايسبس، جوج حركات غادي نشوفوا، نحاولوا نشوفوا الاخطاء اللي فيهم وغادي نصحوهم جميعا ان شاء الله. تبعوا معايا مزيان، ما تنساش بارطاجي مع صاحبك اللي عجبك البلان، خلي واحد كومونتير تحت زوين وعلى بركه الله. اول اكزرسيس غادي نبداو به دابا هو دامبل دراج كير. غادي نشوفوا الاخطاء اللي فيه دابا، تبعوا معايا مزيان. اول حاجه غديرها الا بغيتي تلعب هذه الحركه هذه، سكويزي الكتاف ديالك اللور، تهز لي كود ديالك اللور بحال هكا وتلعب، تخلي لي كود في بلاصتهم كتهز هادي بحال هكا بحال هكا، متجيبش الكود عندك هنا هنايا، كنسكويزي الكتاف اللور كنلعب بهاد الطريقة هاهي، كنسكويزي كتافي دخل كودات اللور ونبدا نلعب بهاد الطريقة. ثاني اكزرسيس غادي نشوفوه دابا هو الهامر سترايك. نعطيكم دابا الحركه الغلطه اللي كتكون فيه. الوغ كيف ما شفتوا معايا حركه غلط، اول حاجه نهضروا عليها الكود ديالي ما غاديش يجي لداخل، غادي يجي شو هنايا، ماشي ماشي على برا، يجي متكي على الدورز، يجي متكي هنايا مع الجنب ديالك يعني لاصق، ما يجيش هنا وما يجيش لقدام هنايا في الهبطه، نهبطو حتى الاخر في الطلعه، نطلعو فين غيحبسك البيسابس ديالك، ماشي ضروري ديرها غادي يبقى هنايا كتلعب هكا فيما حبسك البيسابس، يعني الاخر ديالك الماكس ديالك فين غتطلع يديك كتوقف وكترد. الو كي قلنا تا واقف الكود ديالي لاصق ونحاول نلعب تا التسريحه طلع حبستني هنايا ونحبس ونطلق. فوالا الدراري، الفيديو ديالنا سهلة، كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان وشفتوا الاخطاء اللي كاينين في هاد الحركات هادي وشفتوا الصحيح اللي فيه. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو.